مواقف الدرس التاني، لما بسأل حد أو لما بحيي حد وبسأله عن صحته أو عن حاله، فبقول بونجور، سافا، صباح الخير، أنت كويس أو ماشي الحال؟ فالرد بيكون سافا بيان، ماشي الحال. طب لما بستأذن بالانصراف، بستأذن مش بعتذر، خلي بالك وما تتلخبطش، بستأذن بمعنى أنا همشي، عن إذنك أنا ماشي. فبقول إيه لما استأذن؟ بقول سالو، أو بقول تشاو، سلام أو وداعا. طيب للسؤال عن الهوية، يعني إيه للسؤال عن الهوية؟ يعني عشان تسأل، عايز تعرف هوية الشخص، يعني عايز تعرف مين هذا الشخص، عايز تعرف هذا الشخص مين، فبتقول ايه؟ بتقول كي سي، كي سي، من هذا؟ فالرد بيكون سي مارتين، اون كاماراد دو ليسي، انها مارتين زميلة في المدرسة الثانوي. طيب تو سالو تون كوبان، كيسكو تو دي، انت بتحيي رفيقك، ماذا تقول؟ بتقول له ايه؟ بتقول له بونجور، تو فا بيان، انت كويس، او بتقول له برضو سالو سافا، اهلا انت كويس. فالسؤال التاني بيقول بور سالوي، علشان تحيي، بور سالوي علشان تحيي. تون بروفيسور، استاذك، كيسكو تو دي، ماذا تقول علشان تحيي أستاذك؟ ماذا تقول؟ هتقول بونجور مسيو، كومون طاليفو، صباح الخير يا سيدي، كيف حال حضرتك؟ أو السؤال اللي بعده بتقول تو سالو ان فوازان، كيسكو إيل دي، أنت بتحيي جار، واحد جارك، ماذا هو يقول؟ هو بقى هيقول إيه؟ هيقول سافا تري بيان، إي توا، أنا كويس، وأنت؟ أو هيقول جو في بيان ميرسي، أنا كويس شكرا. السؤال الرابع تو بريزونت أن كوبان، أنت بتقدم رفيق، كيسكو تي دي، ماذا تقول؟ بتقول له سي، بتقول سي توما أن كوبا دو باسكت، سي توما أن كوبا دو باسكت. أو هتقول جو فو بريزونت مون كوبا دو، جو فو بريزونت مون كوبا توما، أقدم لكم صديقي توماس. السؤال الخامس pour identifier une personne، qu'est-ce que tu dis؟ علشان identifier يعني تحدد هوية، علشان تحدد هوية شخص، qu'est-ce que tu dis؟ هتقول إيه؟ هتقول voici Marie، c'est une voisine du quartier، إنها ماري، أو ها هي ماري، إنها جارة في الحي السكني، أو c'est monsieur Bernard، إنه الأستاذ برنار، un professeur de lycée، هو أستاذ في المدرسة. Ce sont Marie et Cécile، إنهم ماري وسيسيل، ما لهم دول؟ des élèves de classe، رفقاء في الفصل. Tu demandes à un copain ses nouvelles، أنت بتطلب من رفيقك ses nouvelles، أخباره. Qu'est-ce que tu dis؟ هتقول له إيه عشان تعرف أخباره؟ هتقول له comment vas-tu، كيف حالك، أو comment ça va، كيف الحال برضو. Pour faire la connaissance d'une personne, qu'est-ce que tu dis؟ أولا pour faire la connaissance، يعني لكي تتعرف أو لكي تتعرف على، faire la connaissance يتعرف على، لكي تتعرف على شخص، ماذا تقول؟ هتقول إيه؟ هتقول qui c'est، من هذا؟ أو c'est qui، برضه يعني هذا يكون من. بالنسبة لإيميلات الدرس بنقول سالو، كومون سابيل تون كوبا دو باسكت، ما اسم رفيقك في الباسكت؟ إلى كيلاج، وعنده قد إيه، كم سنة؟ كيل كولور إيلام، أي لون هو يفضل أو هو يحب؟ الإجابة سالو، إل سابيل نادر، هو اسمه نادر. إلا كانزون، هو عنده 15 سنة. إيليم لو بلو، هو بيحب الأزرق. كل سؤال ليه الإجابة بتاعته، كل سؤال ليه الإجابة بتاعته. الإيميل التاني سالو كومون سافا، كيف الحال؟ كي اي تون كوبان دو كلاس، من يكون رفيقك في الفصل؟
tu as un voisin de quartier, انت عندك جار في الحي السكني؟ الإجابة salut, ça va bien, أهلا أنا كويس. ده إجابة السؤال الأول. إجابة السؤال الثاني: مارتن سي مون كوبان دو كلاس. مارتن ده رفيقه في الفصل. طب السؤال اللي بعده: عندك جار في الحي السكني؟ وي جي ان فوازان دو كارتيي سي برنار. ايوه انا عندي جار في الحي السكني هو برنار. الا بالنسبه للموضوع، موضوع التعبير اللي في الدرس هو قدم رفيقك، بريزونت تون كوبان، قدم رفيقك. هتقول ايه بقى؟ هتقول النوم بتاعه، الاسم والاج والادرس. طبعا لازم نزود جملة او جملتين تاني علشان نكمل حوالي 20 كلمة. فهنقول جي ان كوبا دو باسكت، عندي رفيق في الباسكت. ماله ده؟ il s'appelle جون، هو اسمه جون، وانا كده قلت النوم، قلت الاسم. نقطة. il est élève، هو يكون إليف طالب. إلى سيزون، هو عنده 16 سنة، وأنا كده قلت العمر الأج. إلى بيت آ ليون، هو يسكن في ليون، أنا كده قلت الأدغس العنوان. ليون دي مدينة في فرنسا. إلم ليشا، هو يحب القطط، أنا برضو كده زودت جملة من عندي. وبكده نكون خلصنا مواقف الدرس التاني. تحياتي ليكم يا سنة أولى، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تكتبوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. اللي عنده سؤال في اللغة الفرنسية أهلا وسهلا بي. تحياتي، أشوفكم في الفيديو اللي جاي. أغفوا.